أهلا بكم في موضوعنا الأخير. موضوعنا الأخير، هناك الجدل الذي يتجدد، يثور ثم يهدأ ثم يخمد ثم يثور مرة أخرى، حول فتح وإغلاق المحلات أثناء الصلاة. يبدو هذه الأيام أنه فيه توجه لاتخاذ قرار بهذا الخصوص. يوسف، أنت مع إغلاق المحلات أثناء الصلاة أو لا، مع فتحها أو جزئي؟ إيش 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 رأيك؟ الأمر الأول، أنا ودي أن القرار إذا اتخذ يحظى بشرعية دينية، يعني بمعنى لابد يصدر من هيئة كبار العلماء. الأمر الثاني هو أن القرار أيضا ما يكون في هذا الظرف. في نظري أن هناك سيصب الزيت على النار، لأن الظرف هناك يعني دعاية سياسية، لا نود أن تستخدم هذه القرارات يعني في هذا الظرف الزمني. ثلاثة، حقيقة أنا ودي أيضا هناك فسحة في موضوع الفقه، بمعنى تأخير صلاة العشاء. لما لا تؤخر صلاة العشاء إلى وقت متأخر ثم تغلق المحلات تماما؟ لما لا تؤخر صلاة الظهر إلى العصر؟ وهذا هناك طبعا جدل فقهي وسعة فقهية واسعة. لماذا لا تؤخر صلاة الفجر والناس يدركون صلاة الفجر بدلا أن تكون في أول الوقت، فلتكون في آخر الوقت على سبيل المثال؟ ممتاز، أنا تصدق مبسوط بوجودك اليوم. مو عشان أنا أيد كلها أختلف معك، لا، عشان تصير في هذا التنوع. أنت اليوم تمثل دور مطوع أمام محمد الأسمري. محمد، إيش تعليقك؟ والله شوف، يعني هو في سعة فقهية لا شك في ذلك، سواء في إقفال المحلات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هل تخصيص هناك من يرى أيه أنها تخصيص اليوم هل هي مخصصة ليوم الجمعة أو غير مخصصة؟ نحن لا نفتي في ذلك، لكن أنا أقول أنه تستغل هذا سواء حتى في الدوائر الحكومية أو حتى في المحلات للتسرب، تستغل للتسرب، وأحيانا تنتظر وأنت مضطر في صيدلية أو محطة بنزين، أو محطة بنزين تضطر 45 دقيقة إلى ساعة لأجل أن كذا. لا، واللي يعملون في محطة البنزين أكثرهم بوذيين، وعادة راحين يغسلون، وتلاقيه ممكن يغسل أو يدخن أو كذا أو شيء. وجرت العادة، يعني حتى في التراث قرأت ذلك، أنه دائما مساجد الأسواق يأذن من هنا ويقيم الصلاة من هنا. أنا أتذكر على فكرة هذا كان يحدث في مكة والطائف. يعني أنا عشت في مكة ومواليد مكة، يأذن العشاء وبعد الأذان الإقامة والصلاة. أنا أقول أنه إقفال المحلات، بما أنه هناك في سعة فقهية، فهمت علي؟ خاصة في الأوقات التي لدينا فيها سعة، يعني مثلا ما بنقول مثلا المغرب أو كذا، الأوقات التي لدينا فيها سعة. هذا واحد ليس فيه، يعني لا أعتقد أنه، لأنه هناك ضرورة. الشيء الثاني، المحلات والمحطات اللي على الطرق السريعة، المسافرين، أنت جالس بين طريق بين الرياض والشرقية مثلا. بينك كذا، قد ينقطع شخص، قد يكون إنسان في حاجة إلى إنعاش معين، في غيبوبة، في كذا، في فأنا أعتقد أنه الموضوع فيه فسحة، وأعتقد أنه هيئة كبار العلماء إذا كان هذا الموضوع لها سوف تكون يعني محمد الأسمري خايف. محمد الأسمري خايف مني، قعدت أعلق عليه أنه ذا، فصار رأيه متحفظ. إبراهيم، إيش تعليقك؟ والله طبعا أنا مع مع أنه عدم الإغلاق. أي نعم. ويعني من ناحية الشرعية أعتقد أشبع الموضوع نقاش، هي مسألة خلافية، وأعتقد المسألة هذه تحديدا محتاج لها قرار يعني قيادي من القيادة، مثل موضوع قيادة المرأة وإلى آخره. الجانب الثاني من ناحية اقتصادية، يعني ما في منطق أنه خمس ساعات باليوم أو أربع ساعات، خلنا نقول باستثناء الفجر، تغلق المحلات. كيف يعني أربع ساعة؟ اللي هي وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني ساعة تغلق تقريبا، لما تقول يقفلون قبل بعشرين دقيقة ووقت الصلاة، وبعدها بعشر ما يفتحون على طول، يقفلون غالبا قبل، يعني أنا أتكلم بالمتوسط. يعني فهذه فيها هدر اقتصادي. يعني الرقم اثنين، الجانب الثاني والأخير، أنه في حالات طارئة تصير، محطات بنزين، صيدليات، هذه يفترض على الأقل لو بالتدريج أنه يتح فيها، لماذا تغلق يعني؟ ممتاز. أستاذ خالد، أول شيء يعني هو كنص، أنا يعني لست مع الرأي أنها تكون شرعية، أو هذا القرار يخص الحاكم البلد، وليس لا يفترض أن يكون يصدر عن
نشغل هي كبار العلماء على ناحيه النص الشرعي. هناك نص على انه صلاه الجمعه لا يجوز فيها البيع والشراء، بقيه الصلوات لم يرد فيها نص شرعي. ولكني انا من ناحيه منطقيه يعني لا اتصور انه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا يذهبون للصلاه وكانوا الصحابه يتركون صلاه الجماعه ويبقون في الاسواق ليبيعوا ويشتروا، فهي مساله بديهيه. ولكن يجب اللي حاصل هنا الان عندنا احنا في اسواقنا انه للاسف هناك سوء استخدام وتعسف في استخدام وقت اغلاق الصلاه. صحيح. يعني اغلاق قبل الوقت بمده طويله ولا يفتحون عقب الوقت بمده طويله. مساجد الاسواق للاسف تتعامل مع الوقت كانه مساجد الاحياء. يفترض انه احنا في الاسواق الصلاه تقام بعد 5 و10 دقائق من الأذان. الأذان مباشرة. نعم. وبالتالي يعني ممكن أن تحل، نصل إلى حل وسط في هذه المسألة. لأن نحن نخليها تغلق نقول والله صراع على إغلاق أو عدم إغلاق، لكن لا، سدد وقارب. أنا في كل المساجد اللي في أسواق إما أن أغلق، أن أقيم الصلاة مباشرة بعد الأذان، أو أنه أنا أؤخر وقت صلاة العشاء. وكان هذا في دراسة عليه، أنا أتذكر في جدة، كان في أسواق جدة، كان الأمير عبد المجيد رحمه الله، كان في دراسة أنه تأخير صلاة العشاء إلى وقت إغلاق الأسواق. جيد. ممتاز ممتاز. أنا انتهى الوقت عندي، حلقة كانت مليانة بالنقاش والجدل. بقي لي أن أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ خالد السليمان ويوسف الحزين وحبيبنا محمد الأسمري، محمد آل سلطان الأسمري. دكتور محمد آل سلطان. أي ونعم والله، ضيف أول مرة يخرج معنا، تشرفنا. وأيضا تشرفنا بالأستاذ إبراهيم المالك. الله يسلمك. والذي كادت أن تكون الحلقة الأخيرة. أي كادت. الحمد لله. بس نبهوني إذا أنا فعلا ما ذكرت زوجتي أذكرها مرة ثانية. لا لا أنت ذكرتها، بالعكس هذا يعبر عن وفاء منك. شكرا للضيوف الكرام ولكم، ونراكم في الأسبوع القادم في أمان الله.